شدوا حيلكم يا جماعه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ست كل، نورتي العزبه. ما نجيلكيش في حاجه وحشه ابدا يا اختي. الباقيه في حياتك. حياتك الباقيه يا اختي. اتفضلي. اهلا وسهلا. غاليه بنت الحاج عواطف. شد حيلك يا حبيبتي. شد فسحي يا ساميه. فسحي للست ست الكل. ليكي وحشه والله. تعيش. اتفضلي يا اختي. دي المعلمه عزيزه، ما توعيش انت عليها. روحت قبل ما تيجي انت كده بشهر. بس باين عليها معروفه قوي. امال ايه؟ الست عزيزه ست جامده ومصيطه. عارفه جوزها المعلم حجاج اكبر تاجر حشيش. عارفه لما كبسه البوليس بتيجي الست عزيزه تيجي وتقول البضاعه دي بتاعتي. اه وتاخد حكم وتتحبس مكانه. يا لهوي. امال ايه؟ رخل الراجل مش مخلي على قلبه حاجه. مخليها ملكه بره وجوه. لا ما باين عليها. امال ايه؟ نورة بنتي الكبيرة. ودي بوسي الصغيرة. غالية مش عايزة تشربي حاجة؟ طب خدي بق مية. بصي بصي دي معاها محمول كمان. قولي يا امال مين اللي يجيب المحمول ورا؟ ايه بقى يا هوش؟ ما تطلبلاش البقى معاك ولا ايه؟ بتتقل يا عم في ايه؟ ما نحشوش كتير دماغك. في مين يابا؟ اخر سيجاره اللي انت بتولعها دي؟ يعني ايه؟ يعني ايه اخر سيجاره؟ مش كنا قاعدين مع احمد مصباح دلوقتي وعملتها فيها فلت ورحت قاطع الربع ايه؟ خلاص يا عم في ايه؟ هنخلص الليله ونكلم الواد نفسيه. خلاص يا عم كلمه. كلمه. عم بتاع اللي دخلت في الجزمه دي. اوعى يا بت. الست دي شكلها كان مليون خير. ليه يعني؟ مش ماتت في الشتاء؟ اه صح. امسح. ليه بس التعب ده؟ تسلم ايديك. ياه. انا جبت لكم الاكل. ما تحرمش. بنجان ما لقيتيش حاجه يا بنت بتسد النفس اكتر من كده؟ وطي الزفت ده يا صابر، عندنا ميت ولا انت ما انتش واخد بالك؟ ما الحقيقه يبقى من ميت يا بنت. يا رب تموت. افتحي نفسي قولي لي ان الصوابع اللي زي اللوز دي هي اللي حمرتها. بس اربعه على ايه؟ خد اما اقول لك طه.